تتسع الدائرة المساندة للشرعية والداعمة لها يوما بعد آخر. الرئيس هادي في أنقرة في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه السلطة في العام 2012. من الرياض إلى تركيا قدم هادي بعد لقاءات مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، زيارة ولقاءات يعول عليها الكثيرون في تنشيط الدبلوماسية اليمنية واستمرار الحشد الإقليمي والدولي لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. طبعا أنا أعتقد بأن تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الشرعية على كثير من المسارات، وهذا هذه الزيارة تؤكد بأن مساحة الدعم للشرعية تتوسع أكثر مما هي سابقا. التقى الرئيس هادي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحث ملفات اليمن والمنطقة. ترحيب تركي بقدوم هادي وتأكيد على مواقف تركيا الداعمة لليمن في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. كنا ماسكين في السجن عدد من الحرس الثوري الإيراني، كنا ساجنين منهم عندنا، وعدد من عند نصر الله من لبنان. هكذا إذن يجدد هادي اتهامه لإيران بزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، فيما يجدد أردوغان وقوف بلاده إلى جانب اليمن لتجاوز أزمته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي 2116. هي معركة إنعاش الدبلوماسية كما يصفها البعض، والسعي لتحقيق انتصارات سياسية كتلك الميدانية التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة، ووضع حد لوضع مل المواطن منه. زيارة هادي إلى أنقرة دفعة جديدة لعلاقات تشهد تطورا مستمرا رغم الظروف التي تحيط باليمن والمنطقة. والعلى الجابري، قناة بلقيس، من العاصمة التركية أنقرة.